الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصلح الله لكم الدنيا والآخرة، ويسر الله أموركم، وجعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ماذا عن القاعدة العامة لعلم البرمجة الإلهية المبين؟ أذكر بالسؤال المعتاد: من برمج كل شيء في علم المبين؟ من برمج كل شيء في علم المبين؟ الله سبحانه وتعالى. آية الدراسة: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سبب هذه الدراسة: أخي مصطفى بوزدر قال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، جميل ما قمت به، لكن ماذا عن القاعدة العامة التي منها تعطينا جميع هذه الحسابات؟ وهل أي جملة نكتبها يتحقق فيها هذا الحساب؟ في هذه الحالة أظن أن اللغة مثلها مثل الأعداد، وليس ما نقوله. إذن القاعدة العامة هي ما كتبته هنا: علم البرمجة الإلهية المبين يعتمد على الأعداد الأولية والأعداد القرآنية. الله برمج، لو كرست قليلا من الوقت للمبين ستفهم كيف يبرمج الله سبحانه وتعالى. ولكن أخي مصطفى، مستحيل أن تقولب علم المبين في معادلة. أنت رياضي فيزيائي، لا يمكنك أن تضع علم المبين في معادلة. لماذا؟ لأن الله برمج كل شيء في الكون، فكل برمجة مختلفة عن سابقتها، ولكن كل البرمجات الإلهية كلها، كل برمجات علم المبين تمر بنفس طريقة الفهم، أو طريقة فهم كيف برمج الله سبحانه وتعالى. إذا دراسة أخرى لتفهم ما أقوله لك، سؤالي لك: كيف يمكنك أن تضع ما ستراه في معادلة؟ بسم الله، تفضل. قلت: أخي الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن تعودت، ها هو نفس العلم، لم أغيره، نفس العلم. تطبيق علم البرمجة الإلهية على السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هذا بدون الرتب، مع الرتب، بدون الرتب، مع الرتب، أقسم على 114 و23 بواخر القسمة الأقليدية، هذا أولي رتبته، هذا اقسمه على 23 بواخر القسمة 10، اقسم على 23 بواخر القسمة 6. ركز جيدا، الآن هذه وجهة، أنا الآن سأتخذ وجهة. الله سبحانه وتعالى برمج كل الوجهات، هذه وجهة سأتخذها أنا. الله برمجها إلى ما لا نهاية. لو اتخذت أنت وجهة أخرى، طريقة أخرى، الله برمجها. انظر، المجموع بدون، تعودت الآن، المجموع مع. هذا هو رتبة العدد الأولي 1277، هذا هو رتبة العدد الأولي 1451. الآن هذا اقسمه على 114 و23 بواقي القسمة الأقليدية. انظر إلى الجمال، 23 فرضه الله مرتين، 23 أولي رتبته 9، هذا أولي رتبته 23، وهذا أولي رتبته 9، هذا أولي رتبته 1. الآن انظر هنا، 83 زائد 23 زائد 9 يساوي 115. هذا ال 115 سيتعامل مع رتبة هذا العدد الأولي الثاني في هذه الجهة. إذا ليعطيك الله في جميع اللغات، ركز جيدا، ترى العجب العجاب. الآن انظر، هذا 23 و 9 كما تعامل هذا البلوك مع هذا، سيتعامل 23 و 9 مع الاثنان والواحد. 23 زائد 9 زائد العدد الأولي زائد الرتبة يعطيك 35، هذا ورتبة العدد الأولي 149، 149 ناقص 35 يساوي الله مرة أخرى في جميع اللغات. الآن رأيت هنا بدأنا بهذه القصة، 83 زائد 23 زائد 9، الآن 83 ناقص 23 ناقص 9 يساوي 51. انظر إلى الجمال، انظر إلى الجمال، هذا العدد سترى الآخرين، هذا العدد مع رتبته، مع الله، مع الله، مع هذا العدد يعطيك ماذا؟ يعطيك جميل ما قمت به، ما قلته بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأن انظر إلى الجمال، 23 اعزله، هذا مدة الوحي،
ماذا معه؟ معه 9 وال12، انظر 9 زائد 12 يساوي هذا العدد 21. الآن ننظر إلى الجمال، هذا الآن والرتبة مع ال21 ماذا يعطيك؟ يعطيك جميل ما قمت به. الله أكبر، كيف يمكنك أن تضع هذا في معادلة؟ أي كل عدد ظهر هو مكلف، هو رسول من الله ليوصلك إلى فحوى الدراسة ومغزاها وما تدور حوله الدراسة. هذا ما كتبته الآن. الآن ننظر، هذا الآن لم يتعامل إلى الآن مع هذا. إذن 12 ناقص 2 تعامل هذا مع هذا، وتعامل هذا مع هؤلاء، لأن هذا مع هذا. 12 ناقص 2 يساوي 10. الآن ننظر، تذكر ذاك 149؟ قلنا 149 ناقص 35 أعطاك الله، لأن 149 زائد 35 ماذا يعطيك؟ يعطيك هذا العدد. انظر إلى الجمال، الآن هذا العدد، هذا الذي وضعه الله هنا سيجيب. كان يبحث عن ماذا؟ يبحث عن 10 وال184 ليوصلك إلى ما كتبته، جميل ما قمت به. نقول الله أكبر. الآن مجموع رتب جميل ما قمت به، هذا ناقص هذا يعطيك مجموع رتب جميل ما قمت به. الآن مجموع الأعداد المبينية، مجموع الأعداد المبينية 114 زائد 114 زائد 114 زائد 114 زائد 23 زائد 23، هذه الأعداد المبينية مجموعها يعطيك هذا. الآن ننظر إلى الجمال، تذكر هذا أجاب. الآن هذا يبحث عن 35 ويبحث عن هذا، مجموع رتب جميل ما قمت به ومجموع الأعداد المبينية ليوصلك إلى ماذا؟ إلى جميل ما قمت به. نقول الله أكبر. الآن جميل ما قمت به ظهر أربع مرات، سنجمعها تعطينا هذا. الآن انظر إلى تلك الأعداد الأساسية بداية الدراسة، مجموع كل هذه الأعداد إلى 115، جمعنا الأعداد المبينية، الآن سنجمع هذه الأعداد، انظر كلها يعطينا هذا. هذا أمره الله سبحانه وتعالى أن يكون أوليا رتبته هذه. كيف يمكنك أن تقولب هذا في معادلة؟ هذا أوليا رتبته هذه، وهذا أوليا رتبته هذه، وهذا أوليا رتبته هذه، وهذا أوليا رتبته هذه. تذكر أننا قلنا 12 ناقص 2 لما تعامل هذا مع هذا تعامل بعملية الطرح. الآن عملية الجمع، 12 زائد 2 يساوي ماذا؟ 14. هذا هو رتبة العدد الأولي 43. انظر الجمال، 277 زائد 59 زائد 17 زائد 7 زائد 4 ناقص 43 ناقص 14 ماذا يعطيك؟ يعطيك هذا العدد. هذا العدد أولي رتبته 63. انظر إلى الجمال، هذا مع 307 ناقص 307 ماذا يعطيك؟ يعطيك هذا. هذا هو سؤالك، وضعتهما في نفس الجملة، لكن ماذا عن القاعدة العامة التي منها تعطينا جميع هذه الحسابات؟ انظر إلى الجمال وانظر إلى العظمة، كيف تريد قاعدة عامة والله برمج كل شيء حتى داخل الأعداد. انظر هنا، ترى 57 وترى 9، هذا هو رتبة العدد الأولي 23 الذي ظهر مرتين سابقا. انظر، هذا 57 يريد هذا وهذا ليوصلك إلى الله، 23 9 سترى دوره. انظر الجمال، هذا 57 كان يبحث عن هذا وهذا ليوصلك إلى الله. انظر الجمال، الآن تذكر ذاك 83 قلنا ناقص 23 ناقص 9، 83 ناقص 23 ناقص 9 يعطيك ماذا؟ يعطيك 51. ترى أن 63 هنا لم يتدخل، هذا تعامل مع هذا، 63 لم يتدخل. إذن 63 يبحث عن 51 ليعطيك ماذا؟ الله في جميع اللغات. الله أكبر. الآن انظر، قلنا انظر، هذا مع هذا عملية الطرح، الآن عملية الجمع، هذا زائد هذا ماذا يعطي؟ يعطيك هذا. انظر كما فعلنا هنا، كما فعل 57 9 كما فعلنا هنا، 63 ها هو، 23 ها هو، هذا أول رتبته وهذا هو رتبة العدد الأولي 307 الذي كان يبحث عنه هذا ليوصلك مرة أخرى لما كتبته. انظر الجمال، عظمة، انظر الجمال. الآن هذا 63 سيتعامل مع 51 ليوصلك مرة أخرى إلى الله. الآن 12 تعامل
مع الاثنان، مع العدد الأولي طرحا وجمعا. الآن سيتعامل معه جمعا ومع رتبته. 12 زائد 2 زائد 1 يساوي 15. 15 هي رتب، هو رتبة العدد الأولي 47. الآن ننظر إلى الجمال، 114 الله ناقص 15 يعطيك هذا، و47 زائد 15 يعطيك هذا. انظر العظمة، 99 62 99 62 انظر الجمال. وهل أي جملة نكتبها يتحقق فيها هذا الحساب؟ في هذه الحالة أظن أن اللغة مثلها مثل الأعداد وليس ما نقوله. الله أكبر، هذا ما قلته أنت، آخر ما كتبته. لأن ننظر إلى العظمة، تذكر ال 15 هو 12 زائد 2 زائد 1 زائد ذاك ال 23 والتسعة الذي لم يتعامل، تعامل ال 57 وهذا وهذا وأعطوك الله، هذا لم يتعامل، لم يتدخل. إذا 15 زائد 23 زائد 9 يعطيك 47، أولي ضفته 15. انظر إلى الجمال، ال 15 هذا مع 99 مع ال 62 مع ال 47 مع ال 15 مع ال 114 مع ال 114 مع ال 63 مع ال 23 مع ال 9، لأن 6016 تعامل مع 307 عزل هؤلاء. إذا ماذا يعطيك؟ يعطيك 561. نعم، أي سألتني وهل أي جملة نكتبها يتحقق في هذا الحساب؟ نعم، الجواب نعم، الله أكبر، الجواب نعم، بلا شك، بلا شك، وأتحداك. لأن انظر، انظر الجمال، هذا ناقص هذا، أي مجموع رتب سؤاليك يعطيك هذا. الآن تذكر تعامل 23 والتسعة، قلنا 23 زائد 9 زائد 15، الآن 23 الأول ناقص 9 يعطيك 14، و23 الثاني ناقص 9 يعطيك ال 14. هذا هو رتبة العدد الأولي 43، هذا هو رتبة العدد الأولي 43، تذكر 57، هذا زائد هذا 57، هذا زائد هذا 57. انظر إلى الجمال، هذا هذا مع نعم مع ال 57، انظر مع ال 47 مع ال 15، انظر هذا مع نعم مع ال 47 مع ال 15، انظر مع ال 57 يعطيك هذا مرتين، لأن 57 ظهر مرتين. ما هذا؟ هذا السؤال ما بدر إلى ذهني، لم أفهم سؤالك الأخير، أي أنني نعم أجاب عن السؤال الأول، وهل أي جملة نكتبها يتحقق فيها هذا الحساب؟ الجواب نعم، ولكنني لم أفهم في هذه الحالة، أظن أن اللغة مثلها مثل العدد وليس ما نقوله، لم أفهم. إذا انظر إلى العظمة، قلت لك لم أفهم سؤالك الأخير، هذا ما تبادر إلى ذهني برمجه الله هنا سبحانه وتعالى، قل الله أكبر. الآن انظر، هذا ناقص هذا، أي مجموع رتب هذا، هذا الكلام يعطيك هذا. الآن 57 وال 57 ماذا يعطيك؟ يعطيك الله مرة أخرى. لأن انظر، انظر سبحان الله، انظر أين هي العداد؟ انظر أين هي؟ 1340 هذا، إذا انظر سأريك، انظر هذا ظهر ثلاث مرات هنا، هذا زائد هذا زائد هذا، انظر مجموعة هنا. لم أفهم سؤالك الأخير، انظر هو هذا. لأن انظر سبحان الله، هذا مع الفرق بين هذا وال114 وال114 وذلك ال14 الذي أعطى كل شيء، ماذا يعطيك؟ يعطيك هذا مرتين. ما هو؟ هو سؤالك، أي قلت لك لم أفهم سؤالك الأخير، يمكنك أن تقول أي سؤال، سؤالك هذا. في هذه الحالة أظن أن اللغة مثلها مثل العدد وليس ما نقوله. انظر، ها هو، انظر إلى العظمة. الآن تذكر ذاك ال23 له رتبتان، ذاك ال23 الذي فعل الأفاعيل له رتبتان، 9 زائد 9 رتبتان يساوي 18. الآن انظر إلى الجمال، انظر إلى الجمال، لم أفهم سؤالك الأخير، هذا مع مجموع رتبه، انظر مع ال 18 ماذا يعطيك؟ في هذه اللحظة قررت أن أفتح لقاء على الجوجل ميت، ها هو، وأرسلت لك، ها هو، هذا مجموع حروف ما أرسلته لك، سبحان، أرسلته لك مباشرة، انظر ها هو، أرسلته لك هذا، هذا أرسلته لك مباشرة في الثانية وعشر دقائق، بعدها ب 12 دقيقة أرسلت لك هذا، قلت لك انتهيت للتو من دراسة الجمعة عن سيرتك، هذا رابط جوجل ميت، كنت أريد أن أريك مباشرة الجمال العظمة، انظر ها هو بالضبط، ها هو بالضبط مجموع حروف يعطيك هذا. لأن هذا انظر إليه، وضع الله فيه 23، وضع الله فيه 30، هذا أول رتبته، وهذا رتبة العدد الأول 113،
انظر إلى الجمال والعظمة والبهاء، انظر. هذا أي مجموع رتب هذا الرابط، هذا ناقص هذا، مجموع رتب الرابط يعطيك هذا. الآن الله في جميع اللغات 114، انظر إلى العظمة والجمال والبهاء، انظر. هذا في هذه الحالة، أي سؤالك، ناقص هذا، انظر الرابط، مع هذا، مع 18، مع 114، مع 114، مع 278، انظر انظر، مع 114 ماذا يعطيك؟ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نغمل مو عقلية مثل عقليتك يا أخي الحبيب مصطفى، ستصعق تصعق. أرأيت كيف برمج الله؟ كيف تريد أن تقولب كل هذا في معادلة واحدة؟ والبرمجة لا تنتهي، لا نهائية، وتنطبق على جميع اللغات وعلى جميع الأفكار وعلى أي شيء، وأي وجهة بدأتها ستوصلك إلى أي شيء فكرت فيه، أي شيء. حياك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالضبط تقريبا 15 دقيقة تقريبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.